وإلا جيت نقول لك في الإقليم ديال مراكش كاين بؤر، بؤر بالخصوص هي بؤر عائلية ياك، اللي كتكون في الأحياء الشعبية ياك. وهذا حتى هي نقطة جد مهمة، وبالتدخل ديال السلطات مشكورين، لأن حنا كنتعاملوا كنخدموا في إطار واحد لجنة اليقظة اللي هي فيها مجموعة من المتدخلين من السلطة، من تحت إشراف ديال السيد الوالي، يعني اللي كتمكننا باش نحطوا باش نمشيو. لان الا جيتوا تشوفوا هاد الايامات كتلقاو بان عدد ديال الفحوصات كتكثر، واكتشاف ديال الحالات الايجابيه كتكثر. هذا ناتج لاج ناتج للتشخيص الاولي اللي ولينا كنمشيو. ما بقينا ملي كتكون عائله مصابه فيها جوج الاشخاص، ما بقيناش كنكتفيو بهذيك الفحوصات، داك الخرجات ديال الطاقم اللي تيخرج اللي هو تيساهم في هاد النسبه ديال التشخيص الاولي، لان فضل التدخلات اليوميه للطاقم اللي تعمل على ارض الواقع، الطاقم التمريضي، وهذا اللي تا هو مكننا باش نديرو باش نشخصوا هاد العائلات اللي كيتسموا لي فامي ا ريسك. دونك سي سورتو في الاحياء، اكثريتهم في الاحياء الشعبيه، اللي مازال كذلك حتى نسبه الوعي، وكذلك حتى الاحترام ديال الحجر الصحي اللي تا هو كيكون سبب في يعني في فهاد لي فويي اللي تيخرجوا لنا، ولا هاد البؤر اللي تنسميهم لي بؤر اللي كاينين على مستوى بعض الاحياء، وبالخصوص على مستوى سيدي بن علي، على مصطفى عينيطي، على مستوى المحاميد ازلي. دونك هي مجموعه من البؤر اللي تحنا هاد البؤر، واخا كتكون بؤر، ولكن الحمد لله ملي تقول كيكون واحد التدخل سريع تيمكننا من التشخيص ومن حد من ديك لاشين دو ترانسميسيون، داك التنقل السريع للوباء.